بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الحب والإعزاز والتقدير والمودة. أهلا بحضراتكم، بحييكم من هنا من مكتبي في العاصمة البريطانية لندن، وأقول لكم وحشتوني، بحبكم جدا جدا جدا، والله العظيم بحبكم. النهاردة اسمحوا لي حقف مع حضراتكم وقفة سريعة. أنا لما بفرح يعني مش أي حاجة تفرحني أو تهزني أوي، في فرح عادي كده وفي فرح ما ينيمكش الليل ولا النهار كمان. انا بفرح بفرحكم، بفرح حضراتكم، بفرح الناس، بفرح السيدات الفضليات، بفرح البنات المحترمات لما مشاكلهم بتتحل مع الدورة والحمل والانجاب والحياة دي، بفرح قوي 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 قوي. امبارح بالليل كلمتني سيدة من المغرب واخد العلاج من 15 يوم بس. انا بقيت مذهول. مذهول من ايه؟ مذهول من حجم ايمانها. دايما بتهزني السيدات الفضليات اللي عندهم حتة ربنا وايمان بربنا. هتسمعوا دلوقتي، انا مش هتكلم كتير، والحقيقة أنا بعد كده مش عاوز أجيب كل شوية أجيب أدلة وأجيب ناس وأجيب، لكن في حالات وفي حاجات تلاقوا أحيانا كتير وقت كتير يمر وأنا مش راضي أجيب حد ولا أعمل فيديوهات زي كده ولا حاجة، لكن في أحيانا تأتي سيدات تهزك. يعني إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ إيه الست دي؟ إيه الحتة الإيمانية العالية دي؟ إيه الفضل اللي ربنا أعطاهولها بسرعة ده؟ اوكي، اتعالجت في خلال 15 يوم بس، 15 يوم من علاجنا. طيب السؤال بقى، الدوره واقفه عندها من امتى؟ من 15 سنه، وهي عمرها 25 سنه، عمرها النهارده 40 سنه. بتقول ان الدوره واقفه عندها وهي عندها 25 سنه. هي في اول تسجيل ليا يعني بعد ما هي بتقول لي الخبر، بتقول لي والدوره عندي واقفه بقى لها 10 سنين من الخضه، مخضوضة من الفرحة، مش عارفة تعبر. الصبح بقى اللي هو النهاردة اتكلم، قلت لها، انا قلت لها انت عمرك 40 سنة والدورة واقفة عندك وانت عمرك 25 سنة. قالت لي ايوه، ما انا نسيت من الفرح فعلا والله، اني عرفتش احسب الدورة واقفة عندي من 15 سنة. فعاوز اقول لحضراتكم ليه بقول كده، عشان انا عاوز نتعلم من السيدات الفضليات او البنات اللي بيبقوا بتجيلهم الدورة بعد غياب 15 سنة. مش عاوز اقول ارقام كبيرة، احنا بفضل الله سبحانه وتعالى الدورة رجعت عندنا فوق 27 سنة انقطاع، تمام؟ لكن الحالة دي حالة انسانية بديعة لعدة اسباب، اهمها ان هي فعلا انسانة مؤمنة كويس قوي بربنا سبحانه وتعالى. هتقول لكم بقى ازاي، يعني كانت بتعمل ايه وبتقول ايه مع العلاج، عشان نتعلم منها كلنا، وعشان خلت امها النهارده والدتها كلمتني في التليفون، يعني بعتت لي رساله على الواتساب، رسالتين ثلاثه لامها. هتسمعوها دلوقتي كل حاجه. امها عندها 90 سنه، امي الله يرحمها ماتت عندها 90 سنه، ربنا يخلي لها امها ويحفظها لها يا رب اكتر من كده. فكنت سعيد قوي وانا بسمع ست مغربيه مش فاهم كلامها، بس سامع انها بتقول ولدي ابني، الله يعطيك الجنه، دي حاجات اللي انا فاهمها، لكن بقيت الكلام مش فاهمه وما يهمنيش بقى فاهمه، لكن حسه، حس الاحساس الجميل بتاعها. ست عندها 90 سنه، بنتها عندها 40 سنه، بنتها الدوره رجعت لها بعد انقطاع 15 سنه بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل علاجنا. مش عاوز اطول معاكم، عاوز اخليكم تسمعوا عشان تعرفوا، مش ان احنا بنعالج ولا مش بنعالج، مش دي القضية. عاوزكم تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى عظيم قوي، ان فضل ربنا كبير قوي،
ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فالشكر على النعمه واجب لاي حد الى المنعم سبحانه وتعالى. وانك ممكن تشكر صاحب السبب تقول له شكرا. هنا بقى عاوز اقول حاجه مهمه قوي بقى كنت عاوز اقولها من زمان بس نسيت كتير نسيت. في سيدات او بنات انا بفرح قوي 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 لاي واحده ترجع لها الدوره وتحقق حلمها وتحمل والتبويض يتعالج وكل حاجه، بفرح جدا حتى لو كانت على غير المله وعلى غير الدين وعلى غير المبدا وعلى غير كل حاجه، لان هي انسانه في كل حين. فانا مع الانسانيه، صحيح انا متعاطف مع بتوع ديني قوي، لكن انا بعالج كل الناس. العنوان الدواء ملوش عنوان والمرض ملوش عنوان ولا وطن. نقطه بقى، احيانا في بعض السيدات تجي لهم الدوره وانا ما بقاش فرحان. ليه؟ بقول لكم بمنتهى الصراحه ليه. بفرح طبعا ان جالها الدوره، بس هضرب لكم مثال. في واحده عايشه في 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 في, في تركيا، فكلمتني قعدت تتحايل عليا وعيلحقني وبموت ووحيده وممزقه وتائهه. هي مغربيه الاصل برضه بس عايشه في تركيا متجوزه وعايشه هناك. بذلت مجهود معاها في اي وقت تكلمني في اي وقت اقول لها، وعملت لها وقفت جنبها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ببص لقيتها بتقول لي الخبر بتاع الدوره، بتكلمني عادي في موضوع كده عادي يعني، وبعدين بتقول لها الدوره جت امبارح يعني في شهر امبارح اول امبارح. والدورة قطع عندها بقى لها اكتر من 10 سنين وما عندهاش احلام ممزقه وتائهه وضائعه وكل حاجه في الدنيا، وما بتشكرش ربنا وما قالتليش بطريقه لائقه للحدث. فهنا ومش هي بس، في ستات كتير كده، وفي سيدات فضليات كتير تبقى طايره من الفرحه، انا بطير معاها كمان. فلذلك أنا عاوز لما يحصل لنا نعمة نشكر المنعم سبحانه وتعالى، ونقول لشريكنا في الحدث يعني أنا معاكي في الموضوع، شريكك فيه في حلمك، فقوليلي عرفيني إنك نجحتي وعرفيني، مش بس تقوليها لي جملة تقريرية، لأ عرفيني بحب وبمشاعر حقيقية من قلبك واشكري ربنا وقوليلي الدورة جت أنا هطير بالفرحة. أنا زي ما كنت بتقول يا لهو يا خرب بيتي يا اللي مش قادره يا ضايع يا تايه، ناس كتير كده للاسف، فبزعل منهم وانا فرحان عليهم، بس ما ببقاش فرحان زي ما انا فرحان للسيدات الفضليات او البنات الفضليات اللي بيشكروا ربنا سبحانه وتعالى. كل الحب والاعزاز والتقدير والموده، بحبكم من قلبي، بشكركم، سعيد بيكم، ونلتقي في لقاءات متجددة بإذن الله. أهلا وسهلا، شرفتوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الحب والإعزاز والتقدير والمودة. يا دكتور شكر الله، شكر الله، ثم انت الله يرحم الوالدين، الله يجدد ما بلا فينا، الله يعاونك اولادك، الله يعاونك والله يرحم الوالدين اولادي، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، لا يدخلك الجنة إن شاء الله، لا يدخلك الجنة إن شاء الله، الله يكون بينا وبيك إن شاء الله، الله تعالى يدخلك الجنة إن شاء الله على الكلام اللي تقولي إن شاء الله، ووالدك الله يرحم الوالدين. على فكرة يا دكتور، أم عندها 90 سنة، هذه أمي كانت عايزة تكلمك وتشكرك، تشكر ربنا.
على فكرة يا دكتور، أمين يا رب. دعوتنا إليك كلنا، أنا وأمي، والله بندعي لك من قلبنا في السجود وفي التهود الآخر من الليل في صلاة الفجر في كل لحظة. ندعو لك ربنا يعينك ويوفقك للعمل الخير، ويكون على يديك إن شاء الله كل الخير، والخير لكل نساء العرب، نساء المسلمين إن شاء الله، حتى ولو غير مسلمين فهذا خير إن شاء الله، إن شاء الله يا رب العالمين. ما فيش حد، والله ما فيش حد يعني عمل اللي عملته ده، وأنا متأكدة، وأنا وأقول عبر العالم كله، لو اتحلت لي الفرصة أقوله، وربنا عالم والله. عشان ترجع لي الدورة مدة 15 سنة، فده شيء يعني، والله ده شيء يعني، دي كرامة من ربنا. ما أقولش معززة، بس أقول دي كرامة من ربنا، ثم أكرمها الله عليا وعليك، أكرمها الله عليك عشان تكون سبب لي ولكل النساء العرب. وأكرمني الله بك، وأكرمنا بك إن شاء الله. ربنا يطول لنا في عمرك وصحتك، وربنا يحفظك من عين كل حاسد وحسود، وربنا إن شاء الله يعينك على الفعل الخير، ويدخلك الجنة الفردوس مع رسول الله أنت ووالديك ووالدينا والنبيين والصديقين إن شاء الله، الشهداء حسن أولئك رفيقي رب العالمين. وده دي علامة إن ربنا يديها لي عشان يقول لي أنا معاك ومع الدكتور ده، أنتم عملتوا الأسباب، وأنا بقول لك ها أنا معاك، ها أنا معاكم. والدورة نزلت، فدي علامة الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور. طبعا طبعا أنا سعيدة، وأنا سعيدة بأن سعادتك، بأنك كلامك تكلم على ربنا، وبتقول بأن ربنا هو الفضل لي. الحمد لله، صحيح الفضل كله بيرجع لربنا ثم أنت إن شاء الله، ونحن نبادر بالأسباب. فربنا بيقول ادعوني أستجب لكم، وبادروا بالأسباب، فنحن بدلنا بهذه الأسباب والحمد لله. صحيح أنا كنت مهملة نفسي جدا، هملت نفسي بكثرة المشاكل ومسؤوليات، عندي إخواتي معاقين ومسؤوليتي كبيرة، ومش عايزة أتجوز، وبقول مش هتجوز، كل الكلام اللي قلته في الفيديو سمعته البارح. والله والله عندك على كل حال. لكنما بدأت أنا العلاج، صحيح أنا بدأت علاج عند دكاترة مختصين، دكتور لبناني مختص في النساء، ما فيش نتيجة. لكن الحمد لله لما سمعتك، أنا سمعت الفيديو بتاعك منذ، كنت بستمع الفيديوهات بتاعتك يعني منذ تكون يعني 7 أشهر، 7 أشهر سمعت الفيديو بتاعك، وبقول لازم أعمل اللي قال الدكتور ده، وأعزم وأتوكل على الله. لكن أنا بدأت الآن العلاج، وفكرت في العلاج اللي قلت يعني منذ بالوقت، أنا بدأت العلاج منذ 15 اليوم، 15 اليوم بدأت العلاج. ولكن يا دكتور، أنا بدأت الحمد لله، سامحني في ارتكابي في الكلام، مرتبكة جدا بكثرة الفرحة. وأنا يوم ما قلت لي وكلمتني في الأوديو، قلت لي أنت ما بدأتيش العلاج، بتكلميني ليه وأنت مش بدي العلاج؟ فكملت العلاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور، رفضت بمكالماتك تلك اللحظة، فكنت أريد أن أبشرك وأقول لك أبشر، فجزاك الله خيرا. فأنا
الحمد لله متبع العلاج بتاعي، فنزل مني شيء يعني رايح للسواد، ماء رايح للسواد شوية، وبعدين نزل مني ماء بني، وبعدين نزلت مني ماء نقطة نقطة حمراء، يعني الدورة الشهرية، ده علاج الدورة الشهرية. هل هذا يعني يا دكتور؟ فأنا سعيدة وأشكرك، جزاك الله خيرا، لكن لم تنزل مني بعدها من غير تلك العملية العلاج، هل أتبع يا دكتور؟ جزاك الله خيرا عني بعد انقطاع الدورة الشهرية منذ يعني حوالي الآن. أقول لك والله منذ 10 سنين تقريبا. أيوة يا دكتور، والحمد لله والحمد لله، زي ما قلت لك جاتني علامة، أنا كنت يعني كنت خايفة يكون عندي مرض خطير ولا شيء، لما شفت حاجات يعني نزلت مني سواد كالسواد، فقلت لازم أروح للدكتور ليكون عندي مرض في الرحيم ولا إيه، لكن أنا كان عندي إحساس في الآخر إني ما فيش عندي مرض، حسيت إن علامة دي من علامات إن ربنا عايز يديني العلامة دي، إن الدورة ستأتي إن شاء الله، وكان عندي يقين في الله إن الدورة ستأتي، بل لما أقوم في الليل من فضله وأقول له يا رب هذا يا من نزلت الداء انزل عني الدواء، وكون هذا الدكتور أني السبب وأنا سبب فقط، والأعشاب دي سبب، فأنت الشافي الكافي يا الله، فدعائي لله عز وجل ودعاء لنا وأسباب الأسباب من عندك ومن عندنا، الحمد لله هذا من فضل الله، جزاك الله خيرا، وكثرت عليك الكلام يا دكتور، سامحني على الإجعاج إني استقيتك في الليل، فبكثرة الفرحة أنا برسل لك، وما بعرف الوقت اللي عندكم الليل ولا النهار ولا، سامحني يا دكتور سامحني، جزاك الله خيرا عني خير الجزاء. حاضر، فنزلت مني سواد، بعدين نزل مني بهني، بعدين نزلت مني، انفزعت بالفرحة، انفزعت، فسجدت لله الشكر سبحانه وتعالى، والحمد لله، ودعيت لك ولأمك وأبيك، الله يرحمهم يا رب العالمين، واسكنهم في جنات النعيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيق، ووالدينا وجميع المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين، وأنت معنا إن شاء الله. تأكد يا دكتور هذا ما تفعله فالدال على الخير كفاعله، فهذا سيكون جنات لوالديك ولك إن شاء الله، تأكد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور، والله يا دكتور حتى أنني كانت عندي يعني حالة اكتئاب من الحالة دي اللي كانت عندي، يعني منذ كان عندي 25 سنة، وأنا الآن عمري يعني قربت أكمل 40 سنة إن شاء الله، إذا بقى في العمر إن شاء الله يا دكتور، وكثير تقدموا لي عشان أتزوج، ولكن يا دكتور أرفض من أجل هذه الدورة، وأقول أي راجل يحتاج أنه الأبناء وكذا وكذا وكذا، فهمت يا دكتور؟ فلهذا كنت برفض، حتى الآن أنا مخطوبة لأخ، ولكن بقول له قلت له الحقيقة والصراحة وكل شيء، قال لي في وخلفه بدون دورة بإذن الله، وممكن ترجع لك الدورة، واداني الأمل وحاجات كتيرة، ولسه هو ورايا عشان اتجوزه، ما اعرفش والله،
ربنا يعمل إذا كان فيه نصيب، ربنا ييسر فيه. وادعي لي يا دكتور إذا كان فيه نصيب، ادعي لي يا دكتور. يا دكتور شكر الله ثم انت الله يرحم الوالدين، الله يجدد ما بلا فينا، الله يعاونك وليدك، الله يعاونك والله يرحم الوالدين. أوليدي الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. لا يدخلك الجنة إن شاء الله، لا يدخلك الجنة إن شاء الله، الله يكون بينا وبيك إن شاء الله. الله تعالى يدخلك الجنة إن شاء الله على هذا الكلام اللي تقولي إن شاء الله. ووالدك الله يرحم الوالدين. على فكرة يا دكتور، أم عندها 90 سنة، هذه أمي كانت عايزة تكلمك وتشكرك، تشكر ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت ما عندكيش فكرة أنا سعيد قد إيه بكلامك، رغم أن صوتك منخفض قوي، أنت بتتكلمي بصوت واطي قوي. أنا سعيد بكلامك سعادة، وبعدين سعيد كمان بأمك ودعاء أمك، لأن أنا أمي كمان كان عندها 90 سنة. أنا سعيد جدا، ما عندكيش فكرة، والله العظيم سعيد قوي. أنا بفرح لما الناس ربنا بيكرمها، فما بالك بقى يعني، والله الفرحان، أنا فرحان يعني زيك وأكتر منك، ربنا يفرحك ويفرح الناس. يعني أمك النهاردة عملت لي حالة خاصة من الشجن والمشاعر، والله العظيم، ربنا يخليها لك ويخليك ليها. أنا ملك الناس وتحت أمر الناس والله. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله سعادتك دي من سعادتي أنا وأمي، والله كم، والله خلتني عيط أنا كمان. أيوة أنا بحب أمي زي ما أنت بتحب أمك، وأنا يتيمة الأب وعمري ما شفت أبي ولا عرفته. والله توفى أبي وسبني أنا طفل عندي سنة، وإحنا 7. أمي دي كانت أرملة على 7، أحاشت وعنهات. ربنا يطول عمرها في طاعتي. أنا أتمنى أمي أني أشوفها زي بركة في البيت، وأنا بحب. أنا كنت برفض العرسان الجواز من شخصيات كبار في البلاد كتير، أغنياء. ربنا هو الغني، لكن ليس هم أفضل من أمي، عشان أمي كانت عاشت وعانت. أمي عزوز، مش ممكن أترك أمي وأروح أي بلد، ممكن أصيب الجنة وأروح النار، مش ممكن. والله يا أخي سيبني أبكي. يا دكتور أنيس، تأكد حبك لأمك وهي ميتة، فهذا بر بيها وهي ميتة. البر بالوالدين ليس وهو حيين وبس، بل حتى في موتهم. ادعي لها وانا بدعي لها لأمك وأبيك والدين وجميع المسلمين بالجنة. احمل كتاب الله في صدرك، يوم القيامة يكون تاج فوق رؤوس الوالدين. والله أخي
اللي بتعمله ده سيدخلها لك الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس الذين يعينوا الناس على حوائجهم يمرون إلى الجنة كالبرق. أتمنى أن تكون منهم ونكون منهم. ورد ورقتني يوم 15، في تلك اليوم كانت سعيدة وأنا مازلت سعيدة. قلت لك ربنا أكرمني وأكرمك، وعايز يقول لي الدورة هذه اللي كنت سبب فيها أنت والدكتور أنيس أهي، ومش هيأس، عمري بيأست من رحمة الله. دايما عندي أمل في كل شيء والحمد لله. عندي أمل ترجع للدورة، عندي أمل هرمونات يكونوا بخير الحمد لله.